فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا في الأشياء المحسوسة، وكذلك في الأشياء المعنوية يجب على الإنسان العدل. إذا مدح يعتدل، وإذا ذم يعتدل، فلا يسرف في المدح ولا يسرف في الذم، بل يعتدل وينزل الناس منازلهم ولا يبخس الناس منازلهم. صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. فيجب على من ينتقد أو على من يرد على المقالات أو على الكتب أن يعتدل في ذلك، وأن يذكر ما عند المردود عليه من الحق كما عنده من الخطأ، يذكر ما عنده من الحق ويذكر ما عنده من الخطأ. أما أنه يجعل كل ما عنده خطأ فهذا من بخس الناس حقوقهم. هكذا العدل في المقالات والأدلة وغير ذلك، يجب على من ينتقد أو يرد على الناس أو على الكتب أو على أن يتزن في ذلك، ويذكر ما للمردود عليه من الإحسان وما عليه من الخطأ حتى يتنبه. أو أنه يمدح المؤلف ويثني عليه ولا يبين ما عنده من الأخطاء حتى يغر الناس، يجب أن ينبه على ما عنده من الأخطاء، فلا يمدح فقط ولا يذم فقط، وإنما يعتد. هذا هو العدل والإنصاف، وهذا ما يمشي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم حينما يردون على المخالفين، لأن هذا هو العدل، هذا هو داخل في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيجب الاعتدال في هذه الأمور، وإلا فالإنسان سيسأل يوم القيامة: إن سلم في الدنيا فلن يسلم الآخرة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يأخذون الحق الذي لهم ويبخسون الحق الذي عليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.